بحل لشركه راعيه. اما اتحاد الطايره واتحاد السله لغايه وقتنا هذا ما باعش لسه. طيب يبقى الموضوع شكله ازاي؟ اذا كنت حضرتك بعت الانديه اللي بتلعب في هذا الدوري من حقها تاخد فلوس، مثال كره القدم. خلاص؟ لو حضرتك كنت بعت مسابقات او بعت الاتحاد او بعت حقوق تسويقيه وحقوق تلفزيونيه حاجه بعتها لازم تدي الانديه فلوس. دي رقم، ده اتحاد. الاتحادين التانيين لسه ما باعوش. طب حضرتك ما بعتش، طب الانديه دي تاخد ماتشاتها ولا ما تاخدش؟ يبقى ليها حقوق عشان نقدر في المرحله اللي جايه تقدر يبقى فيه دخل للانديه الكبيره والصغيره من خلال هذه الدوريات زي دوري كره القدم. اعتقد كده واضحه جدا. النهارده النادي الاهلي هو بيدفع في كره اليد او السله او الطايره ارقام كبيره، يقدر يعوض منين؟ سؤال مهم جدا تاني اهو، كلامي واضح. الانديه دي تعوض فلوسها ازاي؟ مين صاحب المنتج؟ تاني، مين صاحب المنتج؟ هل حضرتك كاتحاد مصري احنا كانديه بنشارك حضرتك في المنتخب المصري باللعيبه فقط؟ لكن حضرتك لما بتبيع تيشيرت منتخب مصر ده بيكون حقك، لكن حق الانديه مهم جدا ان حق الانديه ده يكون واضح. اتحاد يكون واضح ليه حقوق، والانديه يكون واضح ليه حقوق. اعتقد انت كاتحاد اهلي او اتحاد مصري لازم تدي الحقوق الانديه. حضرتك اللي بتدور الكلام ده، مش احنا. الانديه مش هتدور على حقوقها، لازم الاتحاد يكون هو اللي بيدور على حقوق الانديه. الاتحاد المصري لليد او السله او الطايره هو اللي بيتكلم على الانديه عشان يديهم حقوق. لازم هو حلقه الوصل بين كل الانديه دي. حلقه الوصل لو كان حضرتك في اللوائح بتاعه حضرتك بتكون متواجد فيها، معنى ان حضرتك ليك حق تسويق المباريات. طب سؤال، صاحب المنتج بقى، يعني صاحب المنتج ده يروح فين؟ ملوش حق؟ حضرتك ليك حق بس تاخد الفلوس وتبقى عند حضرتك. الموضوع كبير، الموضوع لازم يتفتح تاني ويتقال للانديه اتفضلوا اقعدوا وتشوف راي الانديه. كانت تلات اتحادات مش اتحاد واحد. تاني مش بخاطب اتحاد بذاته، مش بهاجم اتحاد. تاني انا عايز صالح الانديه، عايز مصلحه النادي اللي انا فيه، مصلحه النادي ان ليها حق في هذا التسويق. اعتقد كده الامور واضحه جدا، لان الانديه بتعوض من حاجات، رعايه للتيشيرتات بتاعتها دي قصه نادي، لكن المنتج نفسه ككره يد النهارده او كره سله او كره طايره، الدوري ده بيلعب فيه الاهلي والشمس والجزيره، بيلعب فيه انديه كتيره. فالانديه دي هي اللي بتعمل المنتج، بتعمل الماتشات، بتعمل تواصل مع الجماهير، هي اللي بتجمع الموضوع كله. الجماهير بتتجمع حوالين الشاشات عشان تتفرج. فالنهارده حضرتك بقت تذيع ماتشات. لما ذيعت الماتشات دي حضرتك يا اما تاني يا اما واخد فلوس يا اما مش واخد. لو واخد يبقى الانديه، لو مش واخد يبقى نتكلم مع الانديه نشوف نقدر نكسب ازاي عشان تقدر تساعد الانديه اللي هتفضل مستمره في هذه المرحله او المرحله اللي جايه تفضل مستمره. لكن بكده اعتقد الاتحاد او اي اتحاد هياخد فلوس او هيدور على بيع الماتشات هو اللي بياخد فلوس، بيخش فلوس ليه كرعايه، دي رقم واحد. والمنتخب المصري كمان بيجيب له فلوس. طب وصاحب المنتج؟ صاحب المنتج ده اهم واحد في الموضوع، لان لو صاحب المنتج ده ما قدرش يصرف عليها هتبقى في مشكله كبيره، المنتج هينزل سعره، هيقل. الكلام ده كلام مهم جدا في الحلقات، هنفتح حلقات كتيره مع اكبر مسوقين في مصر وهنتكلم معاهم هنا في قناه الاهلي عن الموضوع ده بالذات، لان الموضوع ده موضوع يهم النادي الصغير قبل الكبير كمان، لان النادي الصغير اللي بيدفع ميزانيه 4 5 مليون ما عندوش تعويض، ما عنده مشكله، عنده مشكله ان هو يقعد يصرف كل ده بدون اي دخل. الرياضه بتساوي النهارده ناحيه تسويقيه، سوقنا بكام الناس هتاخد ايه عشان تقدر تعوض في الناشئين وتطلع تاني ويفضل يستمر، عشان يفضل المنتخب المصري اللي حضرتك بتقول عني منتخب مصر من كل الانديه دي، اللعيبه دي جايه من كل الانديه ده. فالمنتج اللي عنده المنتج لازم ندعمه، لازم نديله، لازم نتكلم معاه نقول له انت ايه مشاكلك. مشاكلي رقم واحد، اول مشكله في هذا المنتج هي مشكله الفلوس. العقود كبرت جدا، عليت جدا في الالعاب الاخرى، فهذه دي اكيد دي مشكله كبيره. نتمنى تاني مره اهو الاتحادات المصريه الثلاثه يد طايره سله تقعد مع الانديه قبل الجمعيه العموميه اللي جايه. الجمعيات العموميه هتبقى في شهر 9 اللي جاي، بتكلم اهو لسه في يناير
او عفوا فبراير، بنتكلم في شهر فبراير وبنقول الحقوا 7 شهور قدامنا لازم نعمل ترابط مع الانديه، كلام مع الانديه، نقدر نستفيد، كل الانديه تقدر تستفيد استفاده رئيسيه من وراء التسويق. لازم تنمي مواردها عن طريق التسويق ده تلفزيوني، التسويق التلفزيوني ده اهم حاجه بالنسبه للرياضات الثانيه. اكيد احنا لسه في بداياتنا، ولو حصل اي دروبات في السكه مفيش مشكله، المهم في الاخر نقعد ونجتمع ونطلع بنتيجه ايجابيه لصالح الاثنين، لصالح المنتخبات المصريه وفي نفس الوقت لصالح الانديه اللي عندها المنتج اللي هو اللاعبين. نتمنى تكون الرساله وصلت ووضحت، وفي الحلقات الجايه هنفضل نستمر في هذا الكلام الى ان الانديه تاخد حقها. بكده خلصنا الفقره الاولى او النقطه المهمه، موضوع التسويق، اعتقد كده وضحت تماما لكل الناس. وفي اخر كلمه بقولها، خالد العوضي مش هيهاجم اي حد في برنامج تلفزيوني، مش بهاجم، انا بتكلم في حقوق، بتكلم في اصول، بتكلم في اللي اتعلمناه في النادي، ان احنا بناخد حقنا واضح جدا، مش عايزين كلام زياده، محدش يزايد عليا بالذات في هذا الاسلوب، مش هضغط، مش هتكلم، هتكلم في الصح بس. بكده نبدا اول اخبارنا ونبدا اخبار النادي الاهلي. اول خبر عندنا، اول خبر، الاهلي بيواجه الشمس بدور ال 32 في بطوله كاس مصر النهارده دلوقتي الساعه 6، المباراه بتتلعب في نادي الشمس بمصر الجديده، الاهلي بيواجه الشمس. الشوط الاول خلص 17-12 للاهلي، ولسه مكملين مع حضراتكم، هنتابع نتيجه الماتشات لان في ماتشات النهارده بتتلعب في الوقت ده حالا، على اذا كانت سله او طايره او يد هنتابعها كلها. الاهلي هو حامل لقب البطوله اللي فاتت، اخر بطوله كان الاهلي هو حامل لقب لما كسب نادي طليع الجيش، والاهلي في اخر مرحله في الدوري المصري كان كسب الاولمبي وكسب سموحه، والدوري لسه مستمر، لسه قدامنا 5 ماتشات، نتمنى ان فريق الاهلي باذن الله يواكب هذه الامور ويلحق في المرحله الجايه، المباريات مهمه، واذا كان الدوري زي ما لازم تقول انتهى، لسه بقول الدوري ما انتهاش، الدوري بينتهي مع صفاره الحكم الاخيره. هنستمر مع كره اليد ونروح لسيدات اليد وموعد جديد ومباراه اخرى مع نادي الزمالك غدا باذن الله في دوري كره اليد. نادي الاهلي ماشي ما شاء الله عليه في الدوري، الامور ماشيه على ما يرام، خسر كاس مصر اتكلمنا عليه، لكن الاهم ان البنات عندنا يكونوا عنده حسن ظن الجميع دلوقتي، خلاص الموضوع اللي فات عدى، لكن باذن الله بكره في مباراه مهمه مع نادي الزمالك، المباراه هتلعب على صاله الشباب والرياضه بمدينه 6 اكتوبر، كل الفرقه جاهزه ما عدا كابتن ياسمين عبد الرحيم عندها اصابه، وكمان يارا شحاتة لسه ما رجعتش بيه من اصابه الرباط الصليبي، نتمنى من الكابتن ياسر صلاح المدير الفني لكره اليد السيدات ان يقدر يستعيد الامور، وباذن الله تمشي الامور احسن، لان لسه في بطولتين لكرة اليد اذا كانت منطقة القاهرة او الدوري العادي. هنسيب اليد وهنروح لكرة السلة، والاهلي بيهزم نادي مصر للتأمين في دوري كرة السلة المرحلة الترتيبية لدوري السوبر، الاهلي بيهزم مصر للتأمين بنتيجة 76-54. المباراة اتلعبت امبارح على صالة الشرقية للدخان، اكيد كلنا عارفين ان احنا بنلعب على صالة الشرقية للدخان عشان في اصلاحات كثيرة داخل صالة الامير عبد الله الفيصل. الاهلي احتل المركز الثاني برصيد 25 نقطة بفارق نقطة واحدة عن الاتحاد السكندري، واللي جه في المركز الاول بعد ما فاز على نادي الجزيرة 80-71. اتحاد السلة نزل مواعيد الدور الثمانية، الماتشات اللي هي بعد دوري المرحله النهائيه في دوري السوبر، الاهلي هيلاعب مصر للتامين، مباريات مهمه، هتلعب المباريات من خمس مباريات، اللي يكسب 3 مباريات يخلص يوصل للمرحله اللي بعديها، هي دور 8-4 فاينل، بيلعبوا 5 مباريات، اللي بيكسب 3 مباريات منهم او بيوصل رقم 3 الاول هو اللي بيفوز بالنتيجه وبيعدي للمرحله اللي بعديها. المواجهات الماتشات هتبدا ان شاء الله باذن الله من ايام 19 21 24 26 فبراير، ويوم 1 مارس، دي كده ال5 ايام اعلنوهم رسميا. الاتحاد السكندري هيقابل طليع الجيش، والاهلي مصر للتامين، والجزيره سموحه، ونادي سبورتنج، ونادي الزمالك. زي ما شايفين قدامنا الجدول الترتيب النهائي، الاتحاد في المركز الاول عدد المباريات 14، فاز في 12 وهزم في مباراتين، والنادي الاهلي بيجلس في المركز الثاني، لعب 14 مباراه فاز في 11 وخسر 3 مباريات، الجزيره الثالث و سبورتنج الرابع،
وخامس نادي الزمالك، والسادس سموحه، والسابع مصر التامين، وثمانيه طلايع الجيش. نروح نسيب كرة السلة رجال ونروح لكرة السلة سيدات. كرة السلة سيدات عندها مباراة مع نادي هليوبس في منطقة القاهرة. أكيد كل الناس زعلانة برضو من كرة السلة سيدات، لكن مفيش مشكلة، خسارة ومكسب، ده النادي الأهلي على طول بنخش منافسات كتيرة وعلى طول عندنا ماتشات. فالأهلي بيهزم نادي هليوبلس 67-56 بقيادة الكابتن علي هاشم. المباراة اتلعبت امبارح على صالة الشهداء بنادي الأهلي، والأهلي إن شاء الله بإذن الله في المرحلة الجاية يكون مستعيد مستواه، عنده بطولتين، بطولة منطقة القاهرة ودوري السوبر، لكن دوري السوبر مباريات مهمة جدا، معانا الجزيرة وسبورتنج وسموحة، مباريات مهمة جدا في دوري السوبر. نتمنى إن شاء الله بإذن الله إن الأهلي يستعيد بريقه مرة أخرى في كرة السلة سيدات. نكمل مع كرة السلة سيدات، والأهلي بيتعاقد مع الأنجولية إيطالي لوكاس. الأنجولية وصلت، هيتعاقد معاها خلاص، حاجة مهمة جدا، إضافة قوية جدا للنادي الأهلي، لأن الأهلي برضه بيوجه الشكر لشاكيلا نان. شاكيلا نان الأمريكية اللي كانت محترفة حصل لها إصابة، هتقعد مدة شوية، فما ينفعش داخلين على مراحل مهمة في الدوري السوبر، فالأهلي تعاقد معاها. عندها 31 سنة، كسبان، عندها سي في قوية جدا جدا ما شاء الله، كسبت تحت حققت بطولة العالم مرتين مع المنتخب الأمريكي قبل ما تتحول للمنتخب الأنجولي، وتفوز معاه بثلاث بطولات أفريقية. أكيد شيء مهم جدا إن كل جمهورنا يستنى أو يشوف إيطالي ليكس. يلا بينا نشوف حاجة صغيرة ليها، لقطات قدرنا نجمعها عشان جمهورنا يستمتع مع إيطالي لوكس. زي ما شفنا قدامنا إيطالي لوكس ما شاء الله عليها، ماكينة ثلاثيات من كل حتة، إن شاء الله بإذن الله يبقى إضافة قوية جدا في فريق كرة السلة سيدات بالنادي الأهلي. خلينا نسيب كرة السلة سيدات ونروح للكرة الطايرة رجال، ومباراة دلوقتي حالا على أرض النادي الأهلي مع نادي سبورتنج في مؤجلات دوري الطايرة. في مؤجلات دوري الطايرة الأهلي بيلاعب نادي سبورتنج على صالة الشهداء برضو، بسبب إن الصالة المغطاة لسه ما خلصتش لغاية وقتنا هذا، الصالة الكبيرة في النادي الأهلي أو صالة الأمير عبد الله الفيصل. الأهلي دخل الماتش ده في المركز الرابع برصيد 30 نقطة، وسبورتنج في المركز ال 11 برصيد 11 نقطة. أكيد الأهلي ليه مباراتين مؤجلتين منهم المباراة دي بإذن الله، ودي هتكون آخر مباراة ليه في محطة الدوري قبل الدخول لمرحلة البطولة العربية بإذن الله. يوم الاربعاء يلعب اول ماتش في البطوله العربيه مع نادي سايب العماني، تاني يوم هيلعب اساريا الليبي، وتالت يوم هيلعب مع نادي خبيل اليمني. نتمنى لفريق الطايره في النادي الاهلي الرجال التوفيق في البطوله العربيه، لانها اكيد بطوله مهمه واضافه قويه داخل تاريخ وسجلات وبطولات انجازات فريق الكره الطايره في النادي الاهلي. هنسيب الكره الطايره ونروح للدكتوره جيانا فاروق. جيانا فاروق وبتحصد برونزيه الدوري العالمي في الكاراتيه بدبي. جيانا نجحت ان هي تفوز بالميداليه البرونزيه وقربت كتير جدا للتاهيل لطوكيو. خلاص اللي هتلعب باذن الله، اكيد طوكيو كلنا عارفين هتلعب من 24 يوليو لحد 9 اغسطس، لكن جيانا فاروق قربت جدا جدا. جيانا كانت لسه مخلصه بطوله افريقيا في المغرب، طلعت من المغرب على دبي على طول ما شاء الله عليها، من مكان لمكان، لانها اكيد يعني عايزه تدور خلاص على التاهيل، رقمها اللي موجود ياهلها للاولمبياد، لكن لسه لم تؤهل رسميا. ان شاء الله نبارك لها قريب جدا بالتاهيل للاولمبياد اللي جايه باذن الله. نستمر مع الكاراتيه والفوز بدوري الناشئين والناشئات والشباب في النادي الاهلي، بيفوز بدوري الكاراتيه ما شاء الله، مسيطرين يعني حاجه تفرح. اخر مره كان معانا نجوم كاراتيه، فعلا حاجه تفرح، حاجه تبسط ان نجوم ونجمات الكاراتيه في النادي الاهلي امتداد كبير جدا على مدار 15 سنه تقريبا، مكتسحين ومسيطرين على جميع الالعاب او جميع الاعمار في رياضه الكاراتيه. الجهاز بيقوده الدكتور مراد عاصم، ومدير الجهاز الدكتور محمد حسن، وكمان الكابتن علي غباشي هو وكابتن علي صبري مدير قطاع الكاتا في النادي الاهلي، ومدربين الكاتا الكابتن محمد الاشقر ومحمد عبد القادر، نتمنى لهم التوفيق. الجهاز كمان بيتكون من الكابتن طارق رجب المدير الفني، ومعايا كابتن جمال خليل. هنسيب الكاراتيه ونروح لالعاب القوى. العاب القوى ما شاء الله عليها، هتشارك يوم الخميس اللي جاي برضه العاب القوى في المرحله اللي فاتت، عندها ارقام كثيره جدا، بتحصد ميداليات كثيره جدا في جميع الاعمار بجميع المستويات. عندها بطوله الجمهوريه ان شاء الله باذن الله يوم الخميس اللي جاي باذن الله هتبدا بطوله الجمهوريه. الجهاز
بيقوده الكابتن ياسر داوود، ده رئيس الجهاز، وكمان معاه كابتن عادل ابو بكر. بطوله ان شاء الله هيشارك من الاهلي 70 لاعب ولاعبه، 70 لاعب ولاعبه في النادي الاهلي، رقم كبير، رقم ضخم، تحت 23 سنه، كلهم استعدوا بشكل كويس عشان باذن الله يقدروا يروحوا ويحققوا المراكز الاولى باذن الله في هذه البطوله باذن الله. المنافسات هتكون في المركز الاولمبي بالمعادي. نروح لاخر خبر عن النادي الاهلي وتكريم نجوم ونجمات السباحه في الشيخ زايد، في اهلي، في نادي اهلي الشيخ زايد. اكيد عندنا النهارده نادي اهلي الجزيره ونادي اهلي مدينه نصر، فاكيد بيكرموا كل الاماكن، واكيد النهارده بنكون عندنا تكريم داخل نادي اهلي الشيخ زايد. الولاد الصغيرين والبنات اللي عندنا اللطاف الصغيرين كده بيكرموهم، ان يحصل تكريم ليهم، يحصل تقديم شهادات، اكيد بتديهم دافع ان هم يخشوا فريق النادي اللي هو فريق كبير ويعملوا بطولات للنادي الاهلي وتاريخ. خلينا نروح، ده حاجه مهمه جدا فعلا، بنكون حريصين على ابنائنا دول، حاجه مهمه جدا جدا. خلينا نروح لتقرير عن احتفال او تكريم ابطال السباحه في الشيخ زايد باذن الله، ويا رب باذن الله قريبا كده اكيد عايزين نحتفل برضو داخل فرع النادي الاهلي في التجمع. اكيد بنبارك لكل النادي الاهلي، لكل اهلاويه بتواجد الفرع الرابع للنادي الاهلي في التجمع الخامس. خلينا نخرج تقرير وترجعوا لنا عشان نروح لاخبارنا المحليه. طبعا انا بوجه الشكر الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي وأعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي، لأن هم بيهتموا بالنشأ والأجيال، وهم موصينا إن احنا نبقى طبعا احنا الناس دي هم اللي هيمثلوا النادي الأهلي في الأيام اللي جاية، فاحنا بنهتم بهذا النشأ وبنهتم بيهم. المجهود ده ليه مجهود وراه ناس كتير قوي، زي جهاز السباحة، جهاز ألعاب الماء وجهاز السباحة ومدير الأكاديمية ومدير النشاط الرياضي هنا والإداريين ومدير الأكاديمية والإداريين بتوع الأكاديمية وكل المدربين اللي احنا هم جند مجهول. الناس دي بتبذل مجهود، بتبقى في البرد في الشتاء، بتبقى واقفين جاي ورا أولادنا علشان تقدر ترفع قدرهم وتخلي يحققوا بطولات ويحققوا إنجازات. وبشكر برضو طبعا اللي هو العميد محمد سعيد نائب مدير النادي، وبشكر الكابتن وائل عزة، بشكر اللي هو طبعا مهتم جدا بالنشأ دوت، الكابتن علام الإداري، كابتن أيمن، الدكتور أيمن جميل مدير الأكاديمية، كابتن علي هارون مدير النشاط الرياضي. الناس دي بتبذل مجهود كتير قوي علشان يقدروا يحققوا نتائج بأولادنا. أنا بشكرهم كلهم، وإن شاء الله إحنا كلنا عائلة النادي الأهلي، عائلة واحدة، وإحنا كلنا في خدمة النادي الأهلي، وإن شاء الله النادي الأهلي يكون زي ما هو أحسن نادي في العالم إن شاء الله. هو جيل كويس، مستواهم كويس بالذات على الفروع الثانية، وفي تقدم في ارقامهم وفي طريقه عمهم وستايلاتهم كويسه جدا، احنا متابعينهم اول باول الحمد لله. والاهالي نشيطه جدا ومواظبه هنا في الشيخ زايد على اساس ان هم يعملوا جيل كويس يطلع يفيد النادي الاهلي. احنا دايما بنمرنهم ونبشرهم وهم بيتمرنوا، وبعدين كل 3 اشهر بنعمل لهم اختبارات او تيست، وعلى بناء هذا الاساس بنشوف الضعف اللي فيهم، فيا اما بنصلحه او الكويسين بنرفعهم لمستوى اعلى. السباحه بتبقى عايزه طبع خاص لانها مجهودها اجمد من اللعبات الثانيه، ان هم ياخدوا بالهم من صحه الاولاد وتغذيتهم ونومهم، النوم ده اساسي جدا بالنسبه للسباح. انا بحب بس اشكر اهم حاجه اداره النادي الاهلي لدعمها التام لينا في ان احنا نطلع مجموعه كبيره من البراعم في كل الفروع، وعلى راسهم طبعا فرع الشيخ زايد لان فرع واعد، وباذن الله هيبقى ليه دور كبير جدا 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 في تحقيق البطولات على مستوى النادي الاهلي. بحب كمان اشكر اولياء الامور لانهم بيتعبوا معانا جدا جدا، وكمان دعم الاطفال، ودايما هم اللي بيودوهم ويجيبوهم وهم اللي تعبانين معاهم، فبشكرهم. وبشكر كمان الجهاز الفني والاداري والطبي اللي بيسهر دايما على راحه السباحين
وبيوصلهم للمستويات العليا، وباذن الله تشوفوهم في البطوله التنشيطيه قريبا باذن الله في النادي الاهلي فرع مدينه نصر. والله كان يوم جميل طبعا بوجود الساده اعضاء الجهاز الفني والاداري ومدير النادي وحضور الساده اولياء الامور وحضور القناه الاهلي، ده شيء مميز جدا وجودها هنا معنا في الشيخ زايد. طبعا كان جات لنا تعليمات من جهاز السباحه، رئيس جهاز السباحه العاب الماء كابتن وائل عزت، بضروره تكريم البراعم اللي حصلوا على النجمه الاولى والثانيه. فطبعا ده بدورنا ان احنا لازم نحسسهم باهميه الدور اللي هم بيقوموا بيه كلاعبين، وطبعا بنثمن دور اولياء الامور في وجودهم وتعبهم مع الاولاد وحرصهم على التمرين والتواجد بصفه مستمره في كل الفترات بصراحه، في تمرين الفجر وتمرين الصبح ومع الدراسه والكلام ده، فشيء صعب جدا ان اولياء الامور بيقدروا يهندلوا القصه دي مع اولادهم، وطبعا ده شيء جميل جدا يعني. الحمد لله، وانا كنت مبسوطه بالتكريم بتاع النهارده. الحمد لله اخذنا النجمه الاولى والثانيه. اقول لهم شكرا جدا على تعبكم معايا. انا بقول شكرا جدا للمدرب كابتن محمد ياسر على تعبه معانا، اللي احنا لو بيدربنا جامد، واحنا بنتعب جامد جدا في التمرين كمان. وانا مبسوطه جدا ان انا اخذت النجمه الاولى والثانيه، يعني دي حاجه جميله جدا ان انا اخذت الشهاده. ومبسوط برضو ان انا في النادي الاهلي، ومبسوط ان انا بتمرن سباحه. اقول للمدرب بتاعي شكرا ان هو علمني للسباحه، واقول لبابايا ومامتي ان هم دخلوني، شكرا ان هم دخلوني السباحه. متشكر جدا للنادي الاهلي، متشكر لكل الناس اللي في النادي الاهلي، ومتشكر برضو المدربين وكل حاجه. هو النهارده يوم جميل جدا، وانا انا فرحانه اخد ستار 1 و2، وبابا وماما كانوا دايما بيشجعوني وبيساعدوني ان انا اجي التمرين، وكانوا دايما بيشجعوني ان ابقى احسن وابقى كويس، ونفسي يعني نفسي ان شاء الله اخد البطوله الجايه. انا بشكر الكباتن طبعا على المجهود اللي عملوه معانا، كل يوم بيتعبوا واحنا يعني نحاول ان احنا نفرحهم باذن الله. فرحان والكباتن عملوا معانا مجهود زي ما هو قال. انا بقول ان شكرا للكباتن، وعشان هو الكباتن عملوا مجهود كبير جدا. الحمد لله ان احنا خدناه الاثنين ستار، والكباتن ساعدونا كتير، وكله قاعد يشجعنا، والحمد لله ان احنا خدناه كويس. الحمد لله، والحمد لله بابا ساعدني عشان انجح في البطوله، واخدت ستار 1 و2، وان شاء الله بقى 3 و4. التكريم كان كويس الحمد لله. الكباتن ساعدونا كتير، وماما وبابا كانوا بيجيبوني الصبح بدري، واشكرهم جدا. انا بقول ان شكرا للكباتن بتوعي، عشان هم اللي ساعدوني ان انا انجح في الستار في النجمه الاولى والثانيه. الكباتن ساعدونا كتير، وماما وبابا ساعدونا كتير يعني، وشكرا جدا. كان التكريم حلو، وهم كلهم ساعدونا، وجينا الصبح بدري واستفدنا من التمرين كتير. يوم حلو جدا، وكان نفسي اللي هو يتعاد اكتر من يوم، وماما وبابا ساعدوني كتير هما والكباتن، وقدرت اوصل لستار 1 وستار 2. زي ما شفنا قدامنا شبابنا الصغيرين، ولادنا الصغيرين بيتكلموا ازاي وبيقولوا ايه على السباحه عشان يكونوا ابطال للنادي الاهلي وابطال لمصر في المرحله اللي جايه. لازم نحط السبوت عليهم من دلوقتي علشان يشوفوا المراحل اللي هو متواجدين فيها، دي حاجه مهمه جدا عشان يطلعوا ابطال. لازم نحط عليهم السبوت عشان في الاخر دول ابطال النادي الاهلي القادمين باذن الله في السنوات القادمه. خلصنا اخبار النادي الاهلي، هنروح للاخبار المحليه. نبدا باول خبر، الدكتور سامح حمدي يترأس اتحاد الكرة الطائرة حتى أولمبياد طوكيو 2020. دي اللجنة المؤقتة لإدارة شؤون اتحاد الكرة الطائرة برئاسة الدكتور سامح حمدي. القرار ده اتخذ بعد موافقة اللجنة الأولمبية ووزارة الرياضة، وكمان بالتشاور مع دكتور حسن مصطفى اللي هو ممثل الحركة الأولمبية الدولية. كابتن سامح حمدي أكيد ده قامة، والدكتور سامح حمدي قامة كبيرة جدا، ويعني تاريخ في النادي الأهلي كثيرا جدا.
بطولات، صنع بطولات في الكره الطايره مع فريق الكره الطايره كثيرا جدا لما كان رئيس جهاز الكره الطايره. بنتمنى له ان شاء الله باذن الله في المرحله اللي جايه كل امنياتنا بالتوفيق واستعاده بريق الكره الطايره مره اخرى بعد خسارتها او فشلها الى الوصول الى الاولمبياد طوكيو 2020. نستمر مع الكره الطايره واختيار كابتن ناصر شعبان للتحكيم في طوكيو. اكيد زي ما بنحط الضوء على اللاعبين اكيد لازم نحط على حكمنا الدولي الكبير كابتن ناصر شعبان. اختارت الاتحاد الدولي اختار كابتن ناصر شعبان للتحكيم ضمن قائمة كبيرة جدا الحكام للتحكيم في طوكيو بإذن الله من 24 ل 9 أغسطس. كابتن ناصر من أبرز حكام القارة الأفريقية والعالم، وشارك في تحكيم العديد من البطولات العالم والدوري العالمي. كمان منتخبنا أكيد في آخر بطولة ما قدرش يتأهل في البطولة الأفريقية، ما قدرش يتأهل إلى الأولمبياد، لكن تأهل من عندنا كابتن ناصر شعبان. بنبارك له ونقول له ألف مبروك، نتمنى له تمثيل مصر تمثيل مشرف في دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو 2020. بكرة إن شاء الله نسيب الكرة الطايرة ونروح للرماية وافتتاح البطولة العربية غدا بحضور دكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة. البطولة العربية للرماية وكمان بطولة أخرى هي بطولة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك العالمية، بطولتين في بعض. البطولتين دول بإذن الله هتبدأ من بكرة لغاية يوم 26 فبراير بإذن الله، يعني من 18 ل 26، ويقام حفل الافتتاح في أحد فنادق 6 أكتوبر بإذن الله في الساعة 6:00. بيحضروا أكيد مجلس الاتحاد الرماية وعدد من الشخصيات البارزة في مصر والوطن العربي وأكيد كل المهتمين والمسؤولين عن لعبة الرماية في مصر والوطن العربي. نروح نسيب الرماية ونروح للكرة الريشة. كرة الريشة والزوجي المصري يفوز ببطولة أفريقيا، بطولة أفريقيا اللي كانت أقيمت في مصر في مجمع الصالات في صالة 2، من كانت البطولة أقيمت من 10 ل 16 فبراير. الزوجي المصري هدايا حسني وضحى هاني بتفوز على الزوجي النيجيري. البطولة دي شهدت 14 دولة منهم أربع منتخبات عربية أفريقية و10 منتخبات، لكن تألقت نجمات مصر وقدروا يفوزوا ببطولة أفريقية على أرض مصر. البلاد العربية كانت مشاركة أو الأفريقية كانت مصر والجزائر والمغرب وتونس، وكمان جنوب أفريقيا والكونغو الديمقراطية. كان محفل أفريقي كبير جدا في مصر ودي حاجة مهمة جدا، احتضان مصر للبطولات الأفريقية والعربية دي حاجة مهمة جدا، هي مصر هي الأساس وهي الأم في هذا الموضوع. هنسيب ريشة وهنطلع على الملاكمة وبعث الملاكمة بتطير إلى دكار. امبارح طلعت لدكار عشان البطولة الأفريقية المؤهلة للتصفيات أو مؤهلة للأولمبياد طوكيو 2020. أكيد كلنا بندعمهم، أكيد كلنا بنقول لهم شد حيلكم، محتاجين أبطالنا يكونوا متواجدين بقوة في المحفل الأولمبي، وأكيد أبطال الملاكمة ليهم باع كبير جدا داخل المحفل الأولمبي. البطولة بتقام في دكار من 17 ل 2 مارس، من 17 فبراير إلى 2 مارس. بيرأس البعثة الدكتور عبد العزيز غنيم والجهاز الفني بقيادة الكابتن سعيد حسن والخبير الكوري أولاسيوس وطبيب الفريق الدكتور مجدي مصطفى. بيشارك اللاعبين محمد مصطفى وزن 52 ومصطفى فهمي وزن 56 وصبري جمال وزن 63 وعمر العوضي وزن 69 واحمد حسام وزن 75 وعبد الرحمن عرابي وزن 81 ويوسف قرار وزن 91 ويسري رزق وزن 91. اكد الدكتور عبد العزيز غنيم ان المنتخب عارف كويس جدا المسؤوليه اللي وقع عليه وانهم مش هيتنازلوا عن التاهل، لان التاهل من هنا من بطوله افريقيا بيتاهل الاول او الثاني، لكن لو رحنا لبطوله العالم اللي هتقام في باريس في مايو اعتقد الامور هتبقى اصعب جدا، لان كل ابطال العالم بيكونوا متواجدين في هذا المحفل العالمي، فاكيد ده الطريق الاسهل ليهم. نتمنى لهم التوفيق ونتمنى التاهل ليهم باذن الله عن طريق القاره الافريقيه. هنروح لخبر الرومانيه وده ارينا بيجو بتفوز ببطوله زد الدوليه، بطوله عالميه على ارض مصر، مجموع جوائزها 100,000 دولار اقيمت في ملاعب تنس في 6 اكتوبر، وفازت على الاوكرانيه ليزا سورينكو بنتيجة 6-4 3-6 و6-2. بعد انتهاء المباراة زي ما احنا شايفين قدامنا في الصور الكابتن مروان زيور وكابتن اسماعيل شافعي رئيس اتحاد التنس وكابتن محمد الغزاوي رئيس اللجنة المنظمة قاموا بتوزيع الجوائز على عربتين وتقديم الهدايا. الجائزة كانت عبارة عن رأس الملكة نيفرتيتي، واكيد البطولة دي بطولة مهمة وبطولة قوية فعلا أثرت ثراء كبير جدا بسبب وجود لاعبات كبار جدا على المستوى العالمي متواجدين في مصر على ارض مصر، واكيد كلهم اثنوا على نجاح البطوله، واكيد دي بتاهلنا ان شاء الله باذن الله نكون في المرحله اللي جايه نقدر نعمل بطولات كبيره جدا بايد
رئيس اللجنه المنظمه كابتن محمد غزاوي ابن النادي الاهلي ورئيس الجهاز وعضو مجلس الاداره السابق، اكيد بنحييه وبنبارك له هو شخصيا، لان فعلا نجاح كبير جدا لبطوله زد الدوليه، ونتمنى ان في المرحله اللي جايه تكون بدايه او نواه لبطولات التنس العالميه تكون متواجده على ارض مصر. نروح لاخر خبر عن كره السله، وريال مدريد بيتوج، خبر عالمي، بيتوج ريال مدريد بكاس ال 28 كاس الملك اسبانيا ال 28. ريال مدريد بتحرز البطوله. ريال مدريد كبير كره قدم وباسكت، لكن الاهم في هذه البطوله ان برشلونه خرج من دور الثمانيه على ايد نادي فالنسيا بنتيجه 72-78. بنستمتع دايما بالاخبار العالميه، واكيد بنحاول نقدم لكم اخبار عالميه كثيره جدا واخبار محليه، واخبار النادي الاهلي هي الاهم بالنسبه لنا. خلينا نخرج لفاصل علشان نستقبل ضيوفنا الكبار في لعبة كرة الماء مواليد 2002. يلا بينا نروح لأفراح النادي الأهلي وبطولات النادي الأهلي وإنجازات النادي الأهلي ودولاب البطولات وإحصائيات كثيرة جدا، وما شاء الله الدولاب هيفضل مفتوح طول ما النادي الأهلي موجود، وطول ما عندنا نجوم وأبطال في كل الألعاب الدولاب هيفضل مفتوح، والتاريخ هيحكي كتير جدا على الألعاب الأخرى في النادي الأهلي. خلينا نرحب بضيوفنا والفوز ببطولة الجمهورية مواليد 2002 لكرة الماء. نرحب بكابتن أحمد هشام المدير الفني للفريق. كابتن أحمد بنرحب بيك وبارك ألف مبروك. ربنا يخلي حضرتك، ميرسي قوي. كمان لازم نرحب بالجمله اللي حققوا الانجاز وحققوا البطوله، كابتن كريم مجدي. مساء الخير يا كابتن كريم. مساء النور. الف مليون مبروك. الله يبارك فيك. بطوله جامده ولا بطوله سهله؟ لا كانت بطوله جامده. بطوله جامده، لسه هنتكلم كتير. قال لك بطوله جامده، ماشي مفيش مشكله. خلينا نرحب بكابتن زياد وائل، كابتن نجم كبير على الطريق. خلينا نرحب بيه ونقول له الف مليون مبروك. الف مليون مبروك كابتن زياد. الف مليون. اقول زياد وائل عزت ولا اقول زياد وائل؟ لا تشوف عايز انت ايه؟ اللي انت تقول عليه. انا بفضل زياد وائل عزت. يعني زياد وائل عزت شرف اكيد ليك ان كابتن وائل عزت هو والدك. ربنا يخليك. دخلت كره الميه عشان كابتن وائل ولا دخلت كره الميه عشان انت حابب كره الميه؟ لا، هو في الاول انا كنت بلعب سباحه، ما كنتش بلعب كره الميه خالص. حلو قوي. بس ابتديت بقى عشان هي حاجه في العيله، يعني حاجه في العيله، انا جيل بيسلم جيل من الاخر يعني. فاضطريت ادخل. فانا كنت بحب السباحه وكنت متفوق فيها الحمد لله. كنت بلعب لعبه كمان جانبيه معاها، جودو. بس بعد كده انا كنت عايز بقى اطور من نفسي. فبقيت اعمل زي ما العيله بتعمل في السن ده، ان احنا بنبتدي نتبع بقى، نحط لنفسنا حاجه زي طريق نمشي عليه كده في لعبه عشان افضل في طول حياتي ان شاء الله كويس فيها. وربنا يكرمك يا زياد، وان شاء الله باذن الله اتمنى لك في المرحله الجايه تكون ايه حاجه كده جامده جدا. كابتن احمد، خلينا نتكلم على الانجاز، وانجاز مهم وانجاز لكره الماء. فعلا فرق كرة الماء مختلفة، بتختلف سنة عن التانية، بيزيد الأمور، بتزيد تماما، ما شاء الله عليه. مكسب مهم لمواليد 2002، لأن خلاص قريبين جدا هم يخشوا على الدرجة الأولى. تمام. وطبعا الأول أنا بحب أذكرهم كلهم. النهاردة إحنا بنلعب مرحلة 2002، المرحلة دي أول مرة تكسب بطولة الجمهورية. يعني إحنا حتى أنا كنت معاهم السنة اللي فاتت، كنا واخدين المركز الثالث. السنه دي ابتدينا ان احنا كان حاطين تارجت لينا ان احنا خلاص احنا ان شاء الله السنه الجايه كل الفرقه تقريبا هتطلع درجه اولى، فلازم نطلع الدرجه الاولى واحنا ابطال، بحيث ان احنا نبقى اضافه للدرجه الاولى. وبالتالي كان الهدف من الاول، واشتغلنا مع بعض ان احنا الهدف من الاول يبقى ان هم نكسب البطوله السنه دي. والحمد لله ربنا وفقنا في الاخر، كانت بطوله صعبه جدا والحمد لله. تطور الاداء من الثالث للاول اكيد خد منك مجهود مع الفرقه دي. والله احنا شغالين على التطور ده يمكن من السنه اللي فاتت، مش من السنه دي. السنه اللي فاتت كنا حاطين لنفسنا تارجت، كنا على امل ان احنا نلحقه ونلحق نحققه السنه اللي فاتت. طبعا واجهتنا السنه اللي فاتت بعض الصعوبات، ان احنا ترتيب الماتشات ووقت الماتشات جوه الامتحانات وناس فقدناها للابد مثلا، او ناس بطلت، او ناس اتصابت، او ناس ما التزمتش. فكان تقريبا احنا غيرنا هيكل الفرقه تماما من اخر مره قبل ما انا اجي. والسنه دي غيرنا تقريبا 50% من الهيكل اللي لعب السنه اللي فاتت، عشان نضيف معانا عناصر من الفرقه الاصغر ان هم يقدروا يساعدونا وان احنا نكسب. والحمد لله ربنا كرمنا. هنقف عند توالي الاجيال والفرقه الاصغر دي مهمه. يا كابتن كريم، قول لنا، الماتشات كانت صعبه، الماتشات سهله؟ اعتقد كانت بطوله جامده. لا، هي طبعا كانت بطوله جامده، وكانت بطوله طويله جدا. قعدنا من شهر 9 لحد شهر 2 بنلعب. البطولة طبعا كانت صعبة، وواجهتنا فيها صعوبات كتير، ان احنا خسرنا في وقت مهم. ف
فكان لازم نعوض ان احنا نكسب، مرنا وتعبنا الحمد لله ربنا وفقنا وكسبنا. بكلمك بصراحه شديده، السنه فاتت ثالث والسنه دي اول، اكيد السنه فاتت لما خسرت اكيد كان عندكم دوافع اخرى مع كابتن احمد هشام ان انتوا تقدروا تعملوا حاجه كويسه السنه دي. يعني واحنا طبعا كان نفسنا نكسب، وطبعا فرحه المكسب فرحه كبيره، فكلنا كنا بنتمرن وبنيجي على نفسنا، بنيجي على المذاكره، بنيجي ان احنا ما بنخرجش مع صحابنا عشان نيجي نتمرن عشان نكسب. الحمد لله ربنا رضانا في الاخر. رضاك الحمد لله، مبسوطين جدا. قول لي يا زياد، الحمد لله في الكؤوس دي كلها اخذت كاس احسن لاعب. الحمد لله، الحمد لله. كاس احسن لاعب الاهم بالنسبه لزياد وائل ولا كاس البطوله كان الاهم؟ لا طبعا ما يفرقش معايا كاس احسن لاعب، هو مجرد كاس انا بحطه في البيت بس. في الاخر بيتقال في الاخر الفرقه دي اخذت البطوله ولا لا. فانا ما يفرقش معايا الالقاب الشخصيه دي، حاجه ليا انا، حاجه انا شايفها انا اللي بعملها وحاجه فخور بيها لنفسي انا مش للناس الثانيه. فانا الحمد لله مبسوط ان الفرقه اخذت اول، المركز الاول يفرق معانا جامد الحمد لله. فانا مبسوط جدا، وما كنتش حتى كاس احسن لاعب ما كنتش اعرف اخده غير اما الفرقه تكون بظهري وبيساعدوني في كل وقت في الماتشات كلها الحمد لله. كابتن احمد بصراحه شديده، فرحه الفوز اللي انا شايفها قدامي وكلنا شايفينها على الشاشات دلوقتي قدامنا هي احلى لحظه لاي لعيب واي مدير فني. لكن قول لي طورنا الاداء ازاي والدافع بالناشئين، عايز اعرف القصه ازاي. اكيد كان الكابتن وائل عزت ليه دور معاكم في هذا الموضوع. في الاول احنا كان اول ما مسكنا الفرقه كان في قوام كامل لفرقه 2002. القوام ده كان بيتكون كله من عناصر مواليد 2002، طعمنا بفرق بعناصر من 2003 وعناصر من 2004، بداوا يشاركوا معانا، بدانا نشتغل كلنا كيونت واحده، طورنا الاداء وركبنا العناصر على بعض باختلاف السن، لغينا السن خالص واشتغلنا كلنا على 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 عناصر كانهم كلهم مواليد سن واحد. ما حطيناش دماغنا فروق الفرق في السن. بدانا نعمل تركيب، بدانا نولف العناصر على بعض في الميه، سواء الصغير اللي هو 2003 او 2004 مع مواليد 2002 المتميز. احنا عندنا يمكن زياد لسه راجع من كاس العالم، طبعا ساعدنا في ده كتير قوي. احب اشكره كابتن وليد عزت المدرب العام لفرق كره الميه، كان في ظهرنا في كل خطوه تقريبا. رسمنا مع بعض من اول ما مسكنا الفرقه، رسمنا مع بعض الطريق، وكنا بنتابع النتائج بالتمرين حتى ما بنستناش الماتش. يعني احنا كنا بنقعد نتفرج على التمرين نشوف الاستجابات رايحه فين، وبالتالي نبدا نغير الخطط عندنا او نغير الوحدات التدريبيه عشان كل العناصر تبقى ولفت على بعض زي ما بيقولوا. دي حقيقه كل العناصر ولفت على بعض، بس كمان الجوائز الفرديه اللي هتكلم فيها مع كابتن كريم. حارس مرمى، فحارس مرمى انا بحرمني ليه بصراحه ما اكذبش عليك. كابتن كريم اخذت جائزه احسن حارس مرمى. لا كريم مجدي. صح كده؟ تمام. هو افضل حارس كريم الله يرحمه. هم اللي قايلين لي فيش. قول لي يا احمد، قول لي يا كابتن احمد. هو كريم طبعا افضل حارس مرمى في المرحله بلا منازع. يعني دي حاجه ما فيهاش كلام. راجل ما شاء الله في ماتش الفاينل بس صدد 2 بينالتيز، واحنا عندنا البنالتيز عندنا هي يعني بنسبه 90% جول. تمام، انت بالنسبه لنا احسن حارس مرمى، هو زي ما كابتن احمد هشام قال اكيد ده كلام مظبوط. قول لي في البنالتيز اللي انت بتصدها اكيد بيكون في رد فعل معين، لان لعيب او الحارس مرمى في الوتر بولو مختلف عن اي لعبه ثانيه، بيطلع طلعه واحده ولعيب بيشوطها على طول. قول لي بتعمل ايه؟ التكنيك بتاعك شكله ازاي؟ يعني هو انا بحاول اركز في عين اللعيب، بحاول ان انا اوتره شويه بحيث ان هو يبقى متوتر وهو داخل يشوط، اتحرك له يمين وشمال كده اللي هو لا أوطره. انت بتكون مركز على زاويه من الزوايا مثلا بتطلع عليها ولا لا بتطلع باسلوب معين؟ لا انا بطلع في النص واقوم ناطط لقدام، فبقفل زاويه كبيره من الجون بس. وفي احيانا بقى بروح على زاويه لو انا مثلا حافظ لعيب او كده بتروح له، بروح على الزاويه اللي هو بيشوط فيها. هل انت بالنسبه لك اللعيب في الحراسه بتشوط عليه بلنتيات، هل وانت بتكون عارف الزاويه اللي انت بتشوط عليها على طول ولا بتشوف حركه الجول كيبر؟ انا عارف ان انتوا في ثانيه واحده بتشوطوا البنالتي على طول. طبعا احنا عندنا البنالتي دي لازم تشوط في ثانيه واحده على غفله على طول، عشان الجول كيبر بيكون عارف ان هي بيكون شاكك يعني لعيبه هيشوطها فين، فلازم فممكن تيجي في الزاويه اللي هو الجول شاكك فيها فممكن يصدها، فلازم تيجي بسرعه. فانا الاول ببص على الجول اللي قدامي بشوف هو الجول بيطلع فين في العاده، وبحاول ابص في عينه برضو اشوف هو بيبص لي وعارف ان انا هشوط فين او، فانا بحاول اعمل عكس اللي هو بيفكر في ان انا اعمله. زياد بكلمك بصراحه شديده، ايه اصعب مباراه جوه هذه البطوله؟
المباراه بالنسبه لكم؟ بالنسبه لي اصعب مباراه كانت طبعا المفروض الطبيعي ان اصعب مباراه بتكون مباراه الفاينل اللي هي الاخيره. كويس. بس فهي دي بالنسبه لي فعلا مباراه الفاينل كانت اخيرا نازل الحمد لله مركز وكل الفرقه مركزه 100%. احنا الحمد لله كنا كسبانين فرق 6 حاجه كده في حد الكوارتر الثاني، هم فوق 4 كوارترز. تمام. فانا داخل الحمد لله يعني متاكد وكل واحد في الفرقه عارف ان احنا ننزل نكسب حتى لو احنا لسه ما نعرفش السكور. فدي حاجه طبعا بتساعدنا جامد وحاجه بتدينا موتيفيشن واحنا كفرقه واحده وبنكون عارفين ان شاء الله واثقين لو احنا نازلين رجاله وعارفين ان احنا هنكسب هنكسب ان شاء الله. عجبني الباور اللي بتتكلم بيه، عجباني الشباب اللي عندنا كابتن احمد بجد بيتكلموا باسلوب مختلف ان هم رايحين الماتش عارفين ان هم عندهم تارجت معين مكسب لازم نكسب. ودي اهم حاجه احنا صراحه نميتها ازاي بصراحه؟ ولاد النادي الاهلي بتنموا كده ولا في تنميه كمان بتحصل معاك؟ حضرتك عارف طبعا عندنا في النادي يعني انا حتى كنت انا متربي على حمام الصباح طبعا من 3 سنين طبعا. فانا ما اعرفش يعني ايه حاجه غير ان انا اكسب. يعني اي حاجه بالنسبه لي تانية ما اعرفهاش. فحتى لو انا كسبان البطوله وكانت بتصادف ان احنا كسبانين البطوله بقالنا مثلا قبل البطوله متخلص 3-4 ماتشات بس انا ما اعرفش انزل اكسب، ما اعرفش اخسر، ما بعرفش اقبلها. طبعا هم يعني برضو في مرحله الناشئين او مرحله اللي هو لما بيكبر من ان هو براعم لناشئين هو في شويه برضو مع اختلاف الاجيال بيبدا يتعود على الروتين اللي هو ماشي عليه. يعني فلنفترض ان هم مثلا هناخد الفرقه كمثال، هم مثلا كانوا بياخدوا ثالث خلاص، هم كانوا بياخدوا مثلا رقم 3 بقالهم مثلا 3 سنين. تمام. هم اتعودوا ان هم يخسروا ماتش الجزيره وماتش اليوبليس. كويس. طبعا لما جينا نشتغل معاهم لعبناهم تقسيمات، لعبناهم تقسيمات حتى مع الدرجه الاولى، يعني كنا بنجيب فرقه الدرجه الاولى ونلعب معاهم مواليد 2002. فده كان بالنسبه لهم انا مش هقدر هلعب الدرجه الاولى ماتش لقى نفسه عارف يلعبه وعارف يجيب فيه جون وعارف يلعب معاه ند وعارف ياخد منه الكوره وعارف يكسبه في السكور. وبدات الفرقه الدرجه الاولى حتى لو هي تقسيمه احنا في الاخر بنلعب عشان كلنا نكسب حتى لو تقسيمه في الماتش دي مهم جدا. فهم بداوا بقى يفهموا ان مفيش حاجه اسمها انا في فرقه متعود اخسر منها. هم بداوا يفهموا ان انا بلعب في النادي الاهلي، انا حاطط شعار النادي الاهلي على صدري. مظبوط. مفيش حاجه اسمها اخسر. وبالتالي هو بقى كل ماتش نازل انا ان شاء الله النهارده هكسب. ايا كانت حتى الماتشات اللي احنا ربنا ما كرمناش فيها وكسبنا، هم حتى ردود افعالهم ادتني الباور ان انا بعد كده لما اجي اقعد معاهم هم يا كابتن حضرتك ما تقلقش احنا هنكسب. فهو الكلام اللي بيتكلموا بيه صراحه هم اللي كانوا بيدوني بيدوك الباور كمان. يعني انا كنت ببقى جاي محضر ان انت احنا لو متضايقين انا هتكلم هقول 1 2 3 4 عشان احنا مش متضايقين خلاص ماتش وعدى ونكسب اللي بعديه. لا انا كنت بقعد في المحاضره هم اللي بيقولوا لي احنا حاسين حضرتك فاكر ان احنا قلقانين، احنا مش قلقانين، احنا ان شاء الله هنكسب. كريم مش قلقانين بس خساره الجزيره واليوبليس دي كانت وقت مهم جدا. ليه الوقت مهم جدا في الموضوع؟ هو كان الوقت المهم في خساره هليوبليس. هليوبليس الجزيره وهليوبليس الاثنين. تمام. احنا خسرنا هليوبليس الاول كان في الدور الثاني، الماتش ده لو كنا كسبناه كان يبقى يعني ضمن لنا الدوري بنسبه 90% اللي هو ان شاء الله لو دخلنا جوه نكسب. فاحنا خسرنا ساعتها فده صعب البطوله شويه علينا. لا هوقفك بس لما صعبت البطوله كابتن احمد هشام قال لكم ايه؟ افتكر بقى عايزك تسترجع كده هو ايه بيزعق معاكوا لازم يعني. لا هو ما زعقلناش بس هو فعلا هو كان زي ما بيقولوا كان يعني احنا اللي كنا بنيجي نتكلم معاه احنا اللي بنقول له احنا اللي هنكسب واحنا نازلين عايزين نكسب، احنا اللي عندنا الباور ان احنا عايزين نكسب مش هننزل نخسر البطوله. بس فجينا واتمرنا وعملنا اللي علينا تاني عشان نعرف نكسب في الدورات المجمعه بعد كده. بس فدخلنا بعد كده الحمد لله ربنا كرمنا وكسبنا في الفاينل. زياد افضل لاعب في البطوله مظبوط كده الحمد لله. الدراسه اخبارها ايه؟ لازم طبعا الدراسه دي عقبه طبعا في النص بس انا ابتديت اخد الموضوع السنه دي على قلبي بزياده موضوع الدراسه. الدراسه دراسه لو فضلنا بين الدراسه وبين احترافك كره الميه هتعمل ايه؟ دراسه. لا ليه؟ لا ده زعلتني، تخيل انا زعلت منك في القصه دي. لا لا ما هو انا لما اقول لحضرتك لما انا ابقى كويس في الدراسه هعرف اوسع مدى الكارير بتاعي فهعرف اتوصل لحتت اكتر واكتر. فبالنسبه لي دلوقتي السنه دي الدراسه هي بقت الفيرست برايورتي زي اول اختيار ليا، بعد كده التمرين. بس انا بحاول بقدر الامكان ان اوفق ما بينهم. يعني ده مش معنى ان انا كده مش مهتم بالتمارين، انا مهتم طبعا بالتمارين 100%. مهتم بالتمرين 100%؟ اه طبعا. التمارين كريم دراسه ولا ايه؟ رياضه ولا رياضه. احتراف الرياضه شيء مهم. اه طبعا تبقى حاجه بالنسبه لي حاجه حلوه طبعا. دي حاجه مهمه جدا. لعبت كره ميه ليه يا كريم؟ انا لعبت كره ميه ليه؟ دي اهم سؤال في حياتي نفسي اساله لعيب. اشمعنى كره الميه؟ لعبه صعبه جدا.
وحارس مرمى كمان، دول اصعب كتير قوي. ما يعني انا كنت حابب اللعب، يعني انا بحب عموما الكوره وكده، بس انا ما ربنا ما وفقنيش في الكوره، فانا كنت بحب السباحه برضه. لعيب كوره كويس؟ يعني مش قوي. توقعاتك الماتش اللي جاي ايه؟ او تقول لي فرقه الكوره ايه في ماتش السوبر؟ انا شايف ان شاء الله ان احنا هنكسب. ايوه كده الماتش هيبقى سهل باذن الله. باذن الله. زياد كروي قوي مشجع الدرجه الاولى، انا فاهم صح كده؟ قول لي، تقول لي فرقه الكوره النهارده وهم. انا اقول طبعا ان انا شايف ان احنا ان شاء الله لما نلعب الزمالك يوم الخميس هنعمل شغل جامد يا رب. وقفشه ان شاء الله هدخل جونين. قفشه جونين؟ لو قفشه جاب جونين يا كابتن احمد هنجيب تاني زياد لوحده لوحده بقى، ده هيبقى خلاص هو التوقع. يا رب باذن الله نتمنى لكم التوفيق في المرحله الجايه. الف مبروك كابتن زياد، افضل لاعب وكاس بطوله، وما شاء الله المرحله اللي جايه مرحله مهمه، نتمنى لكم التوفيق باذن الله انت وكابتن كريم مجدي باذن الله. خلينا نروح لتقرير عن كره الميه ونرجع نستقبل نجوم في كرة الماء في آخر فقرة من فقراتنا النهاردة في ألعاب الصلاة. نجح فريق شباب كرة الماء بالنادي الأهلي مواليد 2002 بقيادة مديره الفني أحمد هاشم نشأت في الفوز بالدوري الممتاز بعد مسيرة حافلة من المباريات قوية. خاض الفريق 23 مباراة بالبطولة، نجح في الفوز ب20 لقاء وتعادل في لقاء واحد، فيما مني بالخسارة في مباراتين بالأدوار التمهيدية. بدأت البطولة بخوض كل فريق ل18 مباراة. استطاع المارد الأحمر الفوز على الجزيرة حامل اللقب ذهابا وعودة، تعادل مع هيليوبوليس وصيف العام الماضي في الذهاب، خسر الفريق بفارق هدف في العودة. ثم أقيمت دورة مجمعة من دور واحد بين أفضل 6 فرق. استطاع الشياطين الحمر الفوز في أول 3 لقاءات ثم خسر أمام الجزيرة. كان النهائي أمام نادي هليوبوليس. استطاع النسر الأهلاوي الفوز بنتيجة 8-4. الأهلي لم يتوج بكأس البطولة فقط، إنما نجح لاعبوه في حصد بعض الكؤوس الفردية، حيث حصد زياد وائل عزت كأس أفضل لاعب في البطولة، كما يمتلك الفريق العدد الكبير من المواهب الكبيرة على رأسها كريم مجدي أفضل حارس مرمى في هذه الفئة العمرية، عمر غنيم أفضل مهاجم في مصر. تضم قائمة أبطال الدوري كل من كريم مجدي، أدهم السرجاني، كريم سجيني، عمر مهند، محمد حسن، أدهم صقر، زياد وائل، محمد عمرو، سيف إيهاب، سيف حاتم، مصطفى شادي، محمد عطية، عبد الله حمدي، عمر غنيم، حازم جمال، مصطفى سركي، علي عماد، أحمد ياسر، محمد فؤاد، عبد الرحمن شامل، سهيل حسام، محمد أمير، أحمد صالح، ويحيى روبي. زي ما شفنا قدامنا تقرير جميل عن كرة المية أو كرة الماء 2002 مواليد 2002، ما شاء الله عليهم والفوز ببطوله الجمهوريه. خلينا نرحب بنجومنا وابطالنا في اخر فقره النهارده. معانا كابتن محمد حسن، كابتن الفريق. كابتن محمد بنرحب بيكم الف مبروك. ازي حضرتك؟ كله تمام الحمد لله. مبسوط وفرحان بالبطوله؟ هو طبعا كانت فرحه كبيره جدا، اللي هو يعني احنا لغايه تاني يوم مش مصدقين اللي حصل. الحمد لله. بس لسه عايزين نكمل. طبعا. وخلينا نرحب بكابتن عمر غنيم من المهاجمين الاقوياء جدا وطالعين بسرعه الصاروخ. كابتن عمر غنيم بنرحب بيك ولك الف مبروك. الله يبارك فيك. بطوله قويه ولا بطوله سهله؟ لا هي كانت بطوله قويه طبعا جدا، بس ان شاء الله يعني دي كانت اول ستيب في البطولات، يعني ان احنا ناخد مركز اول فيها، فان شاء الله هتساعدنا كتير في البطولات الجايه وهتبقى بطولات اسهل بكتير من دي باذن الله. ونجدد الترحاب بكابتن احمد هشام المدير الفني. كابتن احمد هشام بنرحب بيك ومستمر معانا في اخر فقره. وكاس احسن مدرب واحسن مدير فني، ما شاء الله 3 كؤوس احلى من بعض قاعدين جنبنا. ربنا يخلي حضرتك ميرسي. والله هو له الفضل الكبير في كاس احسن مدرب كابتن وليد عزت طبعا. هو الحقيقه هو الكاس وراه قصه كده. كابتن وليد هو اللي توج بال هو كابتن وليد يعني ابويا في كره المايه. تمام. هو ما تكبروش قوي كده يعني لو كبرت هتكبرني. اخويا الكبير يعني بقى هو انا بتمرن مع كابتن وليد من وانا عندي 13 سنه ما شاء الله. فان هو الراجل هو اللي توج بكاس احسن مدرب، وهو اللي اهدى لي الكاس ده. حتى كمان كان سياده الوزير عمرو فاروق كان هو اللي موجود، وكابتن وليد رفض يستلمه وقال لي لا خش استلمه انت. فانا بوجه له كل الشكر وكل التحيه، هو ليه افضال كتير قوي عليا. الروح حلوه جدا في الجهاز،
عجباني. احنا يعني لو قلت لحضرتك ان احنا مش مجرد ان احنا اصحاب، احنا عيله، وعيله يعني مش عيله بقى اصحاب، ده احنا عيله ابناء واصحاب، اللي هو احنا ما شاء الناس الله. دي كانت مدربينا وبقوا مديريننا، فاحنا يعني الخلطه. هو العاب الميه من طول عمرها في النادي الاهلي هي حته واحده طبعا. صدقوني انا عشرت كره الميه والسباحه وكل الالعاب، العاب الميه هي هم عيله واحده كده جوه النادي، عيله واحده دايما بتلاقيهم ماشيين مع بعض في كل الالعاب ما شاء الله، كل الالعاب كده في النادي الاهلي كمان. كابتن محمد قولي اصعب مباراه قابلتكم في البطوله ايه؟ هي اصعب مباراه كانت بالنسبه لنا مباراه هليوبلس الدور الثاني، لانها هي كانت جت في وقت صعب جدا وحصل في ظروف ناس ما كانتش مركزه، اللي كان مصاب ما عرفش يلعب فخسرنا الماتش. عجبتني في كلمه ما كانتش مركزه دي، يعني اللعيبه جايبه على نفسك اللوم كلاعبين، انت عارفين كنت طبعا مركزين في المباراه. هو دوري طويل وماتشات كتير، فطبعا هيجي في يوم من الايام يبقى اللعيب داي اوف او مش مركز في الماتش او تعبان، فبتحصل يعني في الماتشات زي كده. فالمشكله ان الماتش ده كان مهم وكنا محتاجين نكسبه، بس طبعا احنا خسرناه وكنا عارفين ان احنا السبب، فلمينا بعض وقعدنا اتكلمنا. حلو قوي. وانت كابتن فرقه عمر قلتوا ايه لبعض بعد الخساره؟ اكيد المكسب بيجي من ساعه الخساره طبعا. هو احنا من بعد الخساره كانت دي تعتبر ان احنا نبتدي صفحه جديده بعد اللي حصل. هو زي ما هو قال، فهو كان دي اوف اكتر من هو كان قله تمرين او كده، كان عدم تركيز من الفرقه كلها طبعا. بس عشان هو لو كان حاجه تانية غير عدم تركيز كان هيبان في كل الماتشات، انما هو كان ماتش واحد اللي كان دي اوف لينا كلنا بس، فاثر علينا في الماتش ده. وبدانا من بعده بقى ان احنا قلنا ان احنا لازم نكسب، وحطينا قدامنا تارجت ان هليوبلس اللي احنا خسرنا منها لازم ناخد حقنا منها تاني، وان احنا ناخد الدوري منها في الاخر. وده حصل، وده حصل ماتش فاينل، ماتش الفاينل، وكان فرق سكور يعني فرق سكور. خلصتوا كام كام؟ 8-4. 8-4 ما شاء الله. بص الروح لسه مستمره معايا عاليه جدا. بتعامل معاهم ازاي مع الرجاله دي؟ والله هم احنا يعني انا باجي على وقت انا بنسى البيت وبنسى اهلي وبنسى الناس اللي ورايا. لا ولادي ده اكتر، ده احنا بنسافر نقعد مع بعض مثلا مع معسكرات اسكندريه، بنبقى قاعدين في كلنا في اوضه واحده وانا واحد منهم، وقاعدين بنهزر وبنضحك فتحس كده ان حد من اخواتك عنده مشكله لما واحد منهم يبقى متضايق مثلا، حتى لو حاجه مالهاش علاقه بالتمرين. بتحب تبسطهم كلهم، بتحب تلعبهم كلهم، بتحب ترضيهم كلهم. فا والله يعني لا الموضوع بيبقى تقول لهم بصراحه بقى، تقول لهم بصراحه والله هم عارفين اللي في قلبي من ناحيتهم. لا 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 على الهوا دلوقتي، دي يمكن اللي جمهور الاهلي شايفك. لا دي يمكن اول بطوله، دي اول فرقه تقريبا انا ماسكها في حياتي يعني. انا لسه طالع جديد مدرب جديد على الجهاز، ودول اول فرقه امسكها في حياتي، فدي احسن تجربه ودول افضل ناس انا ممكن كنت ابدا معاهم حياتي. وربنا كرمني بوجودهم معايا ان انا ابدا اكبر في الكارير ده على حسهم، فبجد هم يشرفوا اي مدرب يمسكهم. الكلام جامد يا محمد صح؟ لا 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 على الموضوع كابتن احمد صح؟ على زياده على اللزوم، لكن مفيش مشكله. اكيد البطولات اللي بتكسبوها بتكون لنا كلنا كجمهور اهلي بتودينا في تحديات اخرى. عندنا التحديات الاخرى شكلها ازاي؟ اللي جاي ايه؟ هو طبعا احنا ما دام خدنا ده اول، فهيبقى بقى نبدا الناس بقى عينيها علينا وكده، ان احنا طبعا هيبقوا يعني عندنا بقى مستوى عالي البطوله الجايه، واحنا لازم اللي هو احنا داخلين متصدق يعني، انت صاحب البطوله السنه اللي فاتت بالظبط، فالناس هتبقى عينها عليك، هتتفرج على ماتشاتك. فطبعا ده هيبقى تحدي لينا ان احنا بقى نعلى بالليفل اكتر ما احنا علينا بيه عن السنه اللي فاتت. وطبعا لازم ننافس يعني، او مش ننافس، لازم ندافع عن اللقب بتاعنا. لازم ندافع عن اللقب بتاعكم. الدفاع عن اللقب صعب جدا، والمذاكره اصعب صح يا كابتن عمر؟ صح طبعا. ازاي المعادله؟ ازاي قولوا لي المعادله ازاي بتعادلوها ازاي في الامور؟ هو يعني هي الفكره كلها مش معادله المذاكره والدفاع عن اللقب، هي مسؤوليه، فاللي يعرف يتحمل مسؤوليه في اي حاجه هيعرف يمشي فيها، سواء مذاكره او دفاع عن اللقب في الدوري او اي حاجه. بكلمك بصراحه شديده، رحت الووتر بولو بدايه سباحه ولا ووتر بولو على طول؟ لا انا رحت الووتر بولو على طول، ما كنت السباحه في الاول. اشمعنى عمر احكي لي؟ عشان انا اصلا كنت في نادي الزهور، ما كنتش في نادي الاهلي. بس واتنقلت نادي الاهلي عشان حسيت ان يعني المفروض كنت عايز اخد الدوري، وكان نادي الزهور اللي انا فيه ما كناش بنكسب. اتعرض عليا كذا نادي تاني، بس كان منهم نادي الجزيره اللي هم كانوا متصدرين الدوري بقالهم كذا سنه. بس حسيت ان انا لما اروح نادي الجزيره اللي هم واخدين اول اصلا ما عملتش حاجه يعني. الجول اللي انا عايز اوصل له ما عملته، هنكسب فرق سكور بدل ما هم كانوا بيكسبوا.
انما كنت عايز اروح موجود بالظبط، انما انا كنت عايز اروح نادي الاهلي عشان انا كنت حاسس هي فعلا فرقه قويه والسيستم فيها كمان كويس، فحسيت ان احنا ان شاء الله هناخد الدوري وده حصل. يعني مين السبورت عندك في العيله؟ لا هم مين بقى اقوى سبورت في العيله عندك؟ الاثنين الصراحه يعني والدي ووالدتي واخويا الصغير كمان. يا راجل اه والله. محمد مين السبورت الاقوى؟ لا هي العيله كلها بصراحه برضو. يعني هو كل افراد العيله يعني من والدي ووالدتي واختي جدي وجدتي والعيله كلها يعني كله بيتفرج على ووتر بولو. ولا كان في لعيبه ووتر بولو سابقين؟ لا هو ما كانش فيه، بس انا من ساعه ما دخلت اللعبه دي خلاص بقى اللي هي اتعرفت في العيله كله بيتكلم على ووتر بولو. لف على السياسه كده وقول لهم كلمتين مهمين جدا في حياتك وانت نجم كبير وبطل كبير، تقول لهم ايه؟ انا عايز اقول لهم انا عايزك تبص على الشاشه مش عليا. تمام ايوه بالظبط. عايز اقول شكرا طبعا لاهلي وكل حد وقف جنبي وكل حد امن بيا ان انا ممكن ابقى حاجه كبيره، وطبعا شكر كبير لكابتن احمد نشأت ان هو فضل جنبنا وان هو قعد معانا سنتين وعمل معانا كل حاجه ووصل اللي احنا وصلنا له ده. وهو على فكره كابتن احمد هو مش مدربي، هو اخويا الكبير، لان هو كان على طول واقف جنبنا مش حتى في الماتشات بس، يعني مثلا كان حد ممكن يشوف حد متضايق في المايه او حاجه يجي يتكلم معاه، مع ان هي مشاكل بره، مشاكل مذاكره، مشاكل عائليه، اي حاجه، بالذات ان احنا كنا ثانويه عامه فالضغوطات كتير بقى وكده. طبعا بص مش عارف اتكلم، انا مش هقدر اسال السؤال يعني بعد كل الكلام الحلو اللي قاله ده مش هقدر اتكلم. يعني هو خلاني انا كمان مش عارف اتكلم. هم عارفين هم ايه بالنسبه لي والله حاجه يعني هم اكتر من اخواتي. عمر ايه اللحظه اللي انت عرفت فيها ان انت كسبت بطوله الجمهوريه؟ اللحظه اللي انا عرفت فيها ان انا كسبت هو ماتش الفاينل طبعا. بس الصراحه هو قبل ما ادخله. قبل ما تدخل عرفت ازاي؟ شفتها في عين كل لعيب في الفرقه من اصغر لعيب لحد اكبر واحد. ان كلهم كان عندهم الحماس ان هم يكسبوا، ده غير طبعا الموتيفيشن الرهيب اللي كابتن نشأت كان عامله للفرقه كامله يعني. بس فهو ده اللي حسسني ان احنا نازلين الماتش ده نكسب. نو واي ان يحصل حاجه ثانيه. ما حسيتش في اي وقت من الاوقات داخل مباراه اليوبيس الفاينل ان يحصل اي دروب؟ هو الماتش كان من اوله 7-1. ما ينفعش ان احنا نخسر اصلا. كلام كثير عليك اللي انت من افضل المهاجمين، ممكن تكون افضل مهاجم، لكن كلام عليك قوي جدا في المرحله دي. شايفها ازاي؟ ده بيحملك ايه مع الفرقه؟ يا لعيبه بيشيلني مسؤوليه اكتر. هو كيكا طبعا اكيد كل فرد في الفرقه عشان نكسب لازم يكون شايل المسؤوليه دي. بس ده بيشيلني مسؤوليه اكتر ان يعني في ناس كتير في الفرقه معتمده عليا ان انا مثلا عشان انا سنتر فانا اخر حاجه للجون، يعني يعتبر انا الاتاكر بتاع الفرقه. فلازم اللقطات الاخيره دي لازم ابقى الفينشر فيها باك بقى وحاجات كده. بتشوطها باك كويس. قول لي الضرب من تحت الحزام تحت الميه. لا ده مش هينفع يطلع تلفزيون الصراحه. الموضوع صعب جدا تحت الميه. هي لعبه تانية وتحت الماء يعني بالزبط. احنا يعني حتى فوق بنشوف حاجه وتحت بيكون حاجات تانية تماما. يعني احنا حتى بنقول لهم يعني كل ما هو تحت المايه مشروع، يعني هو لو في كاميرا بره وفي كاميرا جوه، لا الكاميرا جوه هتصور ووتر بولو مختلفه تماما عن الناس شايفاها بره. يعني الموضوع ما هوش مجرد الفاول اللي الحكم بيصفره ده، قبلها في مشاكل كتير، في مذبحه بتحصل يعني صح؟ يعني عندنا مقوله كده مشهوره بيقول لك اللعيب اللي وشه ينزل تحت المايه ملوش ديه. حضرتك متخيل ان كل لعيب خايف وشه ينزل تحت المايه؟ يا نهار ابيض يا محمد الكلام ده. قول لي ايه هو الموضوع؟ كلام صح. هو فوق المايه ماتش وتحت المايه ماتش تاني خالص. احنا شايفين نص الفوقاني ده بجد. احنا شايفين نص الفوقاني بس. لكن ما يحدث تحت المايه الموضوع بيبقى صعب جدا. يعني اكيد الرجلين ضرب الرجلين في بعضيها، الشد والكذب، مقاومه وشد وكل حاجه، وبالذات ان يعني تقريبا اساس لعيب كره المايه بيبقى رجليه. فاللي هو وانت كلاعب كره مايه انت عارف كده. فاللي قدامك بيبقى عايز يوقف لك رجليك. يمسكك من ايدك يعني. شد وجذب مش طبيعي. بالظبط. هي بتبقى فعلا ماتش تاني. والمشكله بقى اللي هو لو في حد يعني انت لو ركزت تحت المايه مش هتعرف تركز بره المايه، فمش بتاخد بالك اكنك ولا اي حاجه بتحصل معاك. هو خلاص يعني احنا عندنا برضو مقوله كل الكباتن بيقولها لنا، هوت بودي كولد مايند. بس خلاص هي كده ريحت نفسك تماما. اكيد يا كابتن عمر قول لي مين مثلك الاعلى في كره المايه؟ مثل الاعلى في كره المايه يعني هو لعيب من بره مصر. مفيش مشكله يعني خالص. مفيش مشكله من مصر. مفيش مشكله والله. مش زعلان يعني. قول اللي انت عايزه. دانيس فارجا ده لعيب بالنسبه لك هو اللي تقدر تقول عليه مثلك الاعلى؟ بالظبط. لو قلت كلمه للوالد والوالده النهارده وانت كده على الهوا
تقول لهم ايه؟ يعني اقول لهم شكرا لوقفتكم جنبي صراحه، ما تعبوا معايا قوي يعني، وبذلوا مجهود كبير قوي معايا سواء كان في التمرين او في الماتشات ان هم بيحضروها. يعني الموضوع كان متعب قوي على مدار السيزون الطويل قوي والسيزونات الكتيره اللي بتتعمل مش في 2002 بس، لا في سنين تانية اللي انا متصعد فيها. كابتن احمد اكيد في نهايه الحلقه اكيد عايز يعني تقول كلمه للعيبه والجهاز المعاون ليك ولجهاز العاب المياه، تقول لهم ايه؟ طبعا انا بحب اوجه الشكر لجهاز العاب المياه بكامل تشكيله، كابتن وائل، كابتن فاضل، كابتن محمود حسن. خلينا عند كابتن وائل عشان ما اسمه ما تهش منك يعني، خلينا عند مدير جهاز العاب المياه كابتن وائل. طبعا كابتن وائل كان ورانا في كل الاونه يعني، في القاهره وفي اسكندريه كان مشجع رقم واحد للفرقه، ورانا في كل حاجه، ما بيذلل كل الصعاب اللي بتواجهنا. الواحد تقريبا ما بيحسش ان اي في اي مشكله اداريه بتحصل حواليه بسبب وجوده حوالينا هو وجهاز معاون ليه، كابتن سامح وكابتن ريشة وكابتن خالد. طبعا اوجه الشكر لكابتن وليد عزت، طبعا اخويا الكبير، كابتن وليد وصي مدير قطاع الناشئين طبعا، وكابتن احمد فؤاد مدرب مرحله 2001 تقريبا، احنا كنا شغالين مع بعض طول الموسم عشان تبقى دي نتيجتنا، وهو ده النادي الاهلي. كابتن احمد نورتونا وشرفتونا ونقولك الف مبروك، نجومنا الكبار نورتونا وشرفتونا ودايما في تالق وتوهج، ودايما ايه يا كابتن عمر بطولات وانجازات للنادي الاهلي، الف مبروك بجد، حاجه بتبسط وحاجه بتفرح نجومنا وشبابنا في النادي الاهلي، بطولات بيتولدوا على البطولات، وان شاء الله في المستقبل القريب جدا دايما في بطولات. اكيد في اخر حلقه لازم اوجه شكري لكابتن وائل عزت مدير جهاز العاب الماء، لان ما شاء الله جهاز العاب الماء شكل مختلف، روح مختلفه، وكمان انجازات كثيره جدا في وقت قياده للجهاز. في اخر حلقه بحب اشكركم والى اللقاء.